تحية من القلب لكل متابعين قناة أبو غزال على اليوتيوب. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. إن شاء الله غريبا قناة أسواق الجزيرة للمواشي على اليوتيوب. طبعا اسم القناة نغيره يا شباب، يعني من أبو غزال نغير إلى أسواق الجزيرة للمواشي. تحية لكم مرة أخرى. اليوم السبت 10/6/2023، احنا في مزاد سوق البقارة جنوب محافظة الحسكة، لنتعرف على وضع السوق والحركة بشكل عام وتفصيلي بإذن الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك بقناتكم، القناة قناتكم يا شباب، اللي يريد يبيع ويشتري، اللي يريد يستفيد منها القناة قناتكم بإذن الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك بها وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. بالنسبة لحركة السوق يا شباب، يعني نشوف الحلال ماشي حاله، يعني أكثر من الأيام الماضية صار بي حلال ينزل إن شاء الله، والعالم ترزق الله. مقبلين على عيد كل عام وأنتم بألف خير، ونعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلام إن شاء الله، يتقبل من الحجيج، وإن شاء الله نكون من عتقاء النار، إن شاء الله نكون في العام القادم بإذن الله تعالى من الذين يحجون هذه الفريضة، من الذين يؤدون هذه الفريضة بإذن الله تعالى. والله بنفسنا الحج والإمكانيات ضعيفة والوضع تعرفون الوضع الأمني، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تحقق أمنيتنا بإذن الله تعالى. احنا عند الدلال خلنا أبو حاتم البجاري، نتعرف على وضع السوق والحركة بشكل عام وتفصيل إن شاء الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. شنو غنم ابو حاتم؟ رازي خرب ابو حاتم. مع السلامه حبيبي يا ابو حاتم. صار متجن معنا يا اخي. ليش يا اخي؟ ما يصير هاي يا اخي. تمام فهد. مرني. اذن اذن بلشنا معنا. اذن صار المليون و100 عم بغزال. مليون و100 مليون و100. مليون و100 الف. هاي وهاي بس مو؟ ايه مليون و200 الف. مليون و100 الف غنم لحم. تمام. صار المليون و250. 250. مليون و200. مليون و200 الف. مليون و250 خرفان يا شباب ما شاء الله تبارك الله. مليون و250 خرفان خشنه ما شاء الله تبارك الله. باش يا اخي باش. الصلاه على سيدنا محمد. ايب الا زينات. مره يا ابو غزال. زينات والله. هاي صار 500 جاي. 500 الف طيمه. 500 500. تمام. يا ابن عمي. حتى 500 الله يرجعك، صار 75 علي. غزال هون بغزال. يلا. مليون مليون خرفان يا شباب. مليون نعم. مليون مليون. الصلاه على النبي. ان شاء الله الاسواق للاحسن يا شباب، بما انه احنا مقدمين على عيد الاضحى، دائما الخروف طلوعوا قبل عيد الاضحى باذن الله تعالى. تمام خلاص ابو حاتم، مثلا وين صارن؟ مليون و200. مليون و200 حبيبي يا ابو غزال. والله حبيبي يا ابو حاتم. شو مغير اسم القناه يا ابو غزال؟ ان شاء الله والله اسم اشمل ان شاء الله واوسع، يعني ليش ما نجيب ابو غزال؟ ابو غزال قناه اسواق الجزيره للمواشي. للمواشي اي نعم. كمل جولتنا بالسوق يا شباب، وان شاء الله احنا مع ارائكم مع تعليقاتكم بتغيير الاسم الى اسواق الجزيره للمواشي باذن الله تعالى. ابو محمد شلونك؟ ابو محمد اخبارك؟ شلون اسواقكم اليوم؟ حياك الله. شلون السوق اليوم؟ والله ماشي ماشي حلو. هاي بيش صارت؟ والله صارت مليون و50 الف. مليون و50 الف انعجل ما شاء الله تبارك. مليون و100 راجع راعي. تمام. شنو هذا الخروف هذا شنو؟ هذا خروف. صار بشي؟ ما صار. ايش طالب عليه؟ قريب 700. شلون حسون؟ 700 الف ما شاء الله. هاي شنو سخره؟ هاي سخره صارت 355. 355 تمام ابو حسين. 75 تمام يا ابو حميد على راسي. نكمل جولتنا بالسوق الشباب، نروح مباشره اللي عند الدلال ابراهيم الشرابي ابو احمد. السوق اليوم بي حلال احسن من اولي، يعني صاير يجي حلال والعالم ان شاء الله ترزق. شو اخبار ميزان؟ ما شاء الله تبارك انت. شو ابراهيم الشرابي وينه؟ منتظرين يا شباب تعليقاتكم على اليوتيوب بآرائكم حول تغيير اسم الغناء. هل عنده اسم؟ هل عنده رأي غير هالرأي؟ طبعا احنا لازم نغير الاسم، لو اسم ذاك ما شفنا عليه الخير. ابو احمد اين انت يا ابو احمد؟ هذا ابو احمد يا شباب. يلا حياك ابو احمد. شلون اسواقكم ابو احمد؟ ماشي حاله. خلوا من دلاله دلاله تختلف. في ناس تقول ميزي انا حركه منو؟ رزق رزق هذا. ايه ايه عين الله ماشي حاله يعني. زينه ايه. هاي الخلاف ابو احمد؟ هو جاد انسان الحلال جاد انسان. يعني مليون مليون و100؟ الأربعة صارت 975. 975. واليوم تريده بيش؟ مليون؟ مليون. مليون تراجع رأيه. هاي الف. فطايم. 860 860. هذا لنا 425. الوحدة. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي. إي والله. هذا أنا أبو أحمد. خراف هاي. 9 وربع. 9 وربع 9 وربع. ما
اريد. ايوه. اي عارف اقول لك تريدني. الاربع ساعه 910. 910,000 صانع. اريد 94 اليوم. هاي انا عجه هاي. 14. مليون و400 وراها خروف. فطيمه. فطيمه عفوا فطيمه. فطيمه جرنه. هذا هذا جدي يطلب عليه 300,000 يا شباب. ما في 250 قول 300 ولا 250 جاي يدفع به. هو خشن يا شباب على حسب ابراهيم الشراب يقول الجدي خشن بس الرجال مو خشن بين جواز خيس حسبونه من دون حسبونه من الجواز ايوه الزعباك الزعباك يلا هذاك ما يبين منه ابو احمد بوكاي يا شباب صار آه يطلب عليه 250 عفوا يطلب عليه 300 يا شباب جدي ودفع 250 الرجال وسخ يا بيش؟ بيش؟ مطاقة بيش دفع؟ 225 بيش دريتها؟ ايدك وديتك يا اخي وش فيك انت؟ والله شوف ايش غالية يا شباب 225 يريدها 250 بس خليه يقضي فيديو ما اذا باعك حلاك اذا باعك ابو علق لا 300 بشكل مليونين؟ هذا تشبش الارقام يا شباب صار مليونين و750 ما شاء الله ارقام طيبه الارقام حلو مليونين و750 وهذا ابو يزن هذه ترد بسؤال مليونين و700 وهذا الكبير هذا 4.5 اليوم يا اخي كل الضحيه تكلف كثير يعني بالنسبه للتشبش يطلب عليه 4.5 وما صار شيء لسه. اي هذا ابو يزن؟ هل الزينات هذن؟ هذا مليون و100 ما صار شيء. ما صار مليون و100 مليون و100 تمام ابو يزن الله يجزاه خير اخوي. هاي حركه السوق يا شباب عند الدلال ابراهيم الشرابي ابو احمد هذا والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله ما شاء الله تبارك الله.